أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. اليوم رح نحكي عن موضوع مهم كتير، هو أزمة المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس وتأثير الاتفاقية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي. تونس اليوم بتواجه تحدي كبير، وهو زيادة عدد المهاجرين اللي بيوصلوا لأراضيها من جنوب الصحراء وهم حالمين بالوصول لأوروبا، لكن للأسف بدل ما يلاقوا مكان آمن بيلاقوا نفسهم عالقين في بلد عنده مشاكل خاصة. رح نحاول نفهم سوا في هذه الحلقة الآثار الإنسانية والاقتصادية والأمنية لهذه الأزمة، ورح نسلط الضوء على الاتفاقية الأخيرة بين تونس والاتحاد الأوروبي يلي أثارت جدلاً كبيراً. التقديرات بتقول إنه في عشرات الآلاف من المهاجرين من دول جنوب الصحراء عايشين في تونس حالياً بظروف صعبة، ومع تشديد الرقابة على الحدود وصعوبة الوصول لأوروبا متوقع إنه هالعدد يزيد بشكل كبير في السنوات الجاية. تخيلوا معي، مدن تونسية مليانة، موارد قليلة وظروف معيشية صعبة، مع زيادة عدد المهاجرين راح تزيد هالمشاكل وراح يصير صعب توفير حياة كريمة لهؤلاء الناس اللي هربوا من الفقر والحروب. تخيلوا حالكم عايشين ببلد غريب، ما عندكم شغل، ما عندكم بيت، وخايفين من الترحيل بأي لحظة. هيدي هي حقيقة حياة كتير من المهاجرين في تونس اليوم. هؤلاء الناس محتاجين للأكل وللمأوى والعلاج والتعليم. من مسؤوليتنا كلنا نساعدهم ونقدم لهم يد العون، لأنهم محتاجين لنا كتير. مع زيادة عدد المهاجرين ممكن تزيد المشاكل بينهم وبين أهل البلد. لازم ما ننسى إنه كل شخص من هؤلاء المهاجرين هو إنسان عنده مشاعر وأحلام. لازم كلنا نشتغل سوا على نشر التفاهم والتسامح بين كل الناس في تونس، ونتذكر إنه التنوع هو مصدر قوة للبلد، مو مصدر خلاف. ما فينا ننسى التكلفة الاقتصادية لهالأزمة. إدارة شؤون المهاجرين وتوفير الخدمات الأساسية إلهم بتحتاج لموارد ضخمة، وبما إنه الاقتصاد التونسي عم يمر بصعوبات كبيرة، هالأزمة بتزيد الضغط على ميزانية الدولة. ومع استمرار تدفق المهاجرين وصعوبة سيطرتهم، ممكن تظهر جماعات إجرامية تستغل ضعفهم. لازم نكون حذرين من مخاطر تجارة البشر والاستغلال الجنسي وتجنيد المهاجرين في أعمال إجرامية. تونس اليوم بين نارين، الضغوط الدولية من جهة والأزمة الداخلية من جهة تانية. المنظمات الدولية بتطالبها بحماية حقوق المهاجرين، وفي نفس الوقت تونس بتواجه صعوبات كبيرة في تلبية احتياجات شعبها. هيدي معادلة صعبة الحل وبتحتاج لتعاون دولي حقيقي. السلطات التونسية بتواجه صعوبات كبيرة في إدارة هالأزمة، إدارة تدفق المهاجرين وتوفير المأوى إلهم وتحديد هوياتهم، كلها أمور معقدة وبتحتاج لجهود وموارد كبيرة. لازم نلاقي حلول عملية ودائمة لهالتحديات، ونضمن توفير الدعم اللازم للجهات المسؤولة في تونس. كانت هيدي نظرة على أزمة المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس وتأثير الاتفاقية الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي. شفنا كيف هالأزمة بتأثر على كل نواحي الحياة في تونس، من الناحية الإنسانية والاقتصادية والأمنية. هيدي أزمة معقدة وما في حلول سهلة إلها، لكن لازم نستمر في البحث عن حلول دائمة، حلول تراعي حقوق الإنسان وتضمن مستقبل أفضل للجميع. شكرا لكم، ونشوفكم في الحلقة القادمة.